حفل ختام رسمي أقامته وزارة الصحة لوفد الخبراء الصيني المختص في مجال الوبائيات، والذي زار فلسطين لأسبوع. وتوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية توأمة بين مجمع فلسطين الطبي في رام الله ومستشفى تشونغ كينغ الجامعي في الصين في مجال التطبيب عن بعد. لقد كانت هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس، خصوصا في جانبها الطبي، حيث أجرى الوفد العديد من الاجتماعات واللقاءات والجولات الميدانية على مراكز الحجر في رام الله وبيت لحم وترمس عيا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في مجال الوبائيات والبروتوكولات الخاصة بالعلاج والإجراءات الوقائية. كل ذلك خرج بانطباع وقناعة لدى أصدقائنا بأن دولة فلسطين اتخذت اللازم وعملت بإجراءات تصاعدية أوصلت الوضع الوبائي إلى حالة تم خلالها السيطرة على انتشار فيروس كورونا رغم كل المعيقات وقلة الإمكانيات. زيارة ناجحة وصفها الطرفان، حيث عقد الوفد الصيني العديد من الاجتماعات واللقاءات والجولات الميدانية على مراكز الحجر، وتبادل الجانبان الخبرات في مجالات الوبائيات والبروتوكولات الخاصة بالعلاج والإجراءات الوقائية والاطلاع على التجربة الصينية في مكافحة كورونا. اليوم نقيم مراسم لتوديع وفد الطب الصيني الذي قد انشغل بفلسطين لمدة 7 أيام لإجراء تنسيق مكثف مع نظرائهم الفلسطينيين لتقاسم وتبادل التجارب والخبرات في مجال عيد الصحي وطبي لمكافحة فيروس كورونا. تأكيد صيني أن إجراءات السلامة والبروتوكولات الطبية في فلسطين اتبعت بشكل سليم وصارم، وأسهمت في تحقيق نتائج واضحة تمثلت في تقليل عدد الوفيات والإصابات. فراس طنيف، ضيف النجاح، رام الله.